بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له. فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى في هذا اليوم بالقسم الخامس والسادس. ذكرنا القسم الخامس، خلوكم معي. ماذا لديك؟ لديك شيء؟ تعال قرب هنا عني، تقدم. القسم الخامس دحف حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، دحف أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لابد أن تعلم أن هذا الطريق، أي طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، على هذا الطريق أعداء، أصحاب فصاحة وعلم وحجج، يحاربون من يسلك هذا الطريق. لكن يقول الذي يكون مع الله هذا لا يحزن ولا يبالي، وإن جندنا لهم الغالبون بالحجة والبيان وبالسيف، لكن بشرط أن تكون مع الله، لا تحزن إن الله معنا. ظهرت هذه الفتنة وتكلم بعض الناس بكلام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قالوا: لماذا تدعو للتوحيد في الجزيرة؟ لماذا تعلم الناس التوحيد؟ ولماذا تنكر الشرك وتقول أن هذا الشرك الذي في الجزيرة؟ الشرك لا يمكن أن يحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يمكن أن يحدث في الجزيرة العربية. وجاءوا بأدلة على ما ذكرنا بالأمس، أن الذين في قلوبهم زيغ، نسأل الله السلامة والعافية، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يحارب التوحيد؟ أهل الشرك. في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحارب التوحيد من ادعى الإسلام. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه، قال: إن المنافقين، حذيفة رضي الله عنه يقول هذا الكلام في آخر زمن الصحابة، يقول: إن المنافقين الذين في زمن اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وكيف ذلك؟ كيف؟ لا، ما يصح. قال: أولئك، أي الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أخفوا نفاقهم وأظهروا، أخفوا نفاقهم. وفي هذه الأيام، يعني في زمن حذيفة، أهل النفاق نسأل الله السلامة أظهروا. الآن اللي يحارب الدين يحارب التوحيد يصد عن سبيل الله هو الشيخ وهو العالم وهو كذا وهو كذا وهو أسد المنابر وغيره، والذي يعلم الناس التوحيد وكذا يطرد ويعذب، بل حورب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وراد قتله. فقالوا: الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك هذه لا تكون في الجزيرة، أخرج من الجزيرة. يعني أرادوا طرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الجزيرة، وقالوا له: هذا الذي تراه من الشرك والطواف حول القبور والتمسح بها ودعاء الأموات من دون الله والذبح والنحر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة وغير هذا، هذا ليس من الشرك، ما هذا؟ توحيد. فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في الرد على هؤلاء:
دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة. بماذا احتجوا؟ احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان أن الشيطان أيسى أن يعبد المصلون في جزيرة العرب. وقال ما يمكن أن يعبد الشيطان في جزيرة العرب بهذا الحديث. كيف نرد؟ كيف نرد؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ أخذنا بالأمس يا إخواننا كيف نرد على الشبهة؟ الله يفتح عليك، فتح الله عليك. نقول لهذا، هذا الكلام الذي تذكره لا نعرفه، وهذا الحديث الذي تذكره لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة واضحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الشرك آيات وأحاديث فيها أن الشرك يقع في الجزيرة وفي غير الجزيرة. منها تضطرب عليها الدوس، وهذا عليها الدوس هذا في الطائف، وقال حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. يا أخوان أهل الردة أين كانوا؟ مسيلمة أين كان؟ إذا الصحابة عندما قاتل أهل الردة معنى هذا أن قتال الصحابة لهؤلاء باطل، صحيح أم لا؟ لماذا لم يأتي أحد ويقول والله قتال الصحابة لأهل الردة باطل؟ عجب. الأئمة الأربع يذكر في كل يذكر العلماء في كل مذهب من المذاهب الأئمة الأربع أشياء يكون بها الإنسان مرتد حتى وإن كان في الجزيرة. الأرض لا تقدس أحد، يقدس المرء عمل. ثم أن هذا أي الحديث أن الشيطان أيسى أن يعبد المصلون، هذا ما وقع في قلب الشيطان ولم يترك إغواء الناس. أو أيسى أن يعبد المصلون، المصلي لا يمكن أن يوصف بأنه مصلي إلا وهو موحد، أول شرط من شروط الصلاة الإسلام، لكن لم ييأس من غير الموحدة. وأنت تعلم أن هناك من يصلي وهو نسأل الله السلام والعافية مشرك شرك أكبر لا تنفع الصلاة. نعم. أو أيسى أن يعبد المصلون أي كل المصلين، إذا أيسى من الكل ولم ييأس من البعض. أو هذا ما وقع في قلب الشيطان في ذاك الزمن، يعني زمن الصحابة رضي الله عليهم، قوي الإيمان وكثرة الفتوحات وغيرها، وبهذا يزول الإشكال. إذن أي شبهة، أي شبهة يأتي بها أهل الباطل الرد عليها من وجهين، مجمل ومفصل. قل لا يمكن أن نسمع لك، أنت من الذين سمى الله لنا، لابد من الحذر. وعقد هذا الباب رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء، دحض حجة هؤلاء. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل على ما قسمنا إلى القسم السادس أعمال الشيطانية. ذكر في هذه الأعمال الشيطانية السحر، ما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ ما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ لماذا يقول باب ما جاء في السحر؟ ما علاقة السحر بالتوحيد؟ السحر يا أخوانا أكل بوابة لدعوة الناس الشرك بالله، يعني أكبر مجال لدعوة الناس للشرك بالله هو باب السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الساحر عبد عند الشيطان، نعم يعبد الشيطان. فماذا يصنع الآن؟ أنت عندما تكون في وظيفة تريد أن ترتقي في هذا الوظيفة، صحيح أم لا؟ نعم، يزيد الراتب ويزيد المنصب والمسمى وكذا. فالساحر عبد عند من؟ عبد عند الشيطان. ف
فيريد أن يرتقي. كيف يرتقي؟ يرتقي بتعبيد الناس للشيطان، وبهذا يرتقي. فأكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله هي السحر. الساحر كافر كفر أكبر، مرتد مرتد، يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، وإن تاب توبته علمه عند الله، لكن يقتل من من؟ من السلطان. ما هي علامات الساحر؟ كيف نعرف أن هذا ساحر وهذا راقي؟ كيف؟ من يعرف؟ أخوان، كيف نعرف الساحر؟ أتعرف الساحر؟ إيش قال هذا؟ فقيمة، ما عندكم في سحر موجود عندكم؟ يوجد عندكم سحر؟ كيف تعرف أنه ساحر؟ كيف؟ يأتون بالتواصيل. كتابة أبا جاد. كتابة أبا جاد يعني حروف مقطعة، ألف كاف هاء أو مربعات، ألف سين عين ميم هاء لام واو زاد مثلا، يكتب أشياء غير مفهومة. أحيانا يقول هذا يا أخي ما هذا التشدد، كتب لي في هذه الورقة قل هو الله أحد سين، الله الصمد كاف، لم يلد ولم يولد عين، هذا قرآن. يقول طيب هذه الحروف لها معنى عند الساحر وهو الكفر بما تقدم. قال يا تشدد هذه حروف شيء عادي. إذن من علامات الساحر كتابة الطلاسم وكتابة الحروف المقطعة، كتابة أبا جاد يسميها العلماء، مفهوم؟ نعم، هذا من علامات الساحر. غير شروط جواز الرقية، أخذنا ثلاث شروط: أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته. إذا كانت لا من كتاب ولا من سنة ولا بأسماء الله وصفاته، يأتي بأسماء ليست من أسماء الله، معنى هذا أن هذه أسماء للشياطين، ينادي الشياطين. نعم. الثاني في شروط جواز الرقية أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. الساحر لا يمكن أن يتكلم بكلام مفهوم، يتمتم هكذا فيقول له أفصح وإلا حكمنا عليك بأنك ساحر. الثالث أن يعتقد أنه سبب. الساحر ما يجعلك تعتقد في أنه سبب، لا، سحروا أعين الناس واسترهموهم. قال اسمع ترى مرضك خطير جدا ومعك ثلاث ساعات، بعدها لا تلوم إلا نفسك، أنا ما أستطيع أن أصنع لك شيء، وهؤلاء يدبروا كل يوم يجددوا في السحر، فمعك ثلاث ساعات ألحق نفسك. سحروا أعين الناس واسترهبوا. ليس دائما الساحر يريد مال، قلنا يريد تعبيد الناس الشيطان، فما يريد منك مال، أحيانا ما يطلب منك مال، وأحيانا يطلب مال، وأحيانا يطلب منك مال بصورة غير مباشرة، فيقول لهذا، يقول اسمع مرضك خطير جدا، لكن نحتاج لحل السحر إلى، هذا يقول مال، يقول نحتاج إلى فأر يتيم، فأر يتيم. أنا ما أستطيع أتي بفار، كيف أتي فار يتيم؟ من أين أتي فار يتيم؟ قال عندي من يأتي بهذا الفار من أدغال أفريقيا، لكن يأخذ عليه 5,000 يورو مثلا أو ليرة، أو قرد أعمى، قال لابد أن تأتي بقرد أعمى. فين أتي بقرد أعمى؟ قال فين؟ من يأتي بقرد أعمى؟ قرد مبصر ما أستطيع. طيب غير هذا من علامات السحر، يطلب اسم الأم، ليس دائما يسأل عن اسم الأم أو طلب قطعة. طيب يعني يطلب من المريض أشياء محرمة، يقول اسمع ما تغتسل مدة شهر. قال عليه جنابة، قال لا تغتسل أنت مريض،
فقال كيف أصلي؟ قال لا تصلي. قال الصلاة؟ قال مريض. تذبح بدون تسمية. قال كيف؟ قال تأخذ ديك أسود وتذبحه في مكان كذا، لأن الديك عدو لمن؟ الشياطين، لأنه إذا رأى ملائكة بالليل يصيح. فقال تأخذ ديك أسود ما تسمي عليه، انتبه، يعني لمن ذبح؟ الشيطان. لا تغتسل، لا تصلي، لا تتطيب، سبحان الله، وتلبس كذا وتلبس كذا ولا تصنع كذا ولا تصنع كذا من أمور. نعم يأمر بأشياء محرمة، بل شرك أكبر، يأمر بالشرك الأكبر. وهذا يقول لا، هذا مسكين، هذا مظلوم، هذا ليس بساحر. عندما جئت إليه وقلت له بي عندي كذا وكذا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، تعال يا ولدي نصلي ركعتين لله، وعندي ماء مبارك، ماء مبارك، توضأ. هذا بول، توضأ. هذا من جاء وأراد يستقبل القبلة هنا، قال سبحان الله مريض، ما تعرف أين القبلة؟ هذه القبلة. قال كيف هذه القبلة؟ قال مسكين أنت مريض، ترى أن القبلة هنا وهي القبلة هنا، لأن هذه قبلة الشيطان. مفهوم؟ طيب، من علامة الساحر العقد مع النفث، العقد مع النفث، يعقد وينفث. ومن شر النفاثات في العقد الصرف والعطف، وهذا مشكل، صرف وعطف، ينصرف يعني عن زوجته أو كذا، تفريق، أو عطف ينعطف عن زوجته أو على غيره. فيقول يعني للمرأة وكذا، إذا أردت من الزوج يعني يكون معك مسالم ويدفع كل شيء ويصنع وكذا، أنا أصنع لك أمور وكذا، صحيح؟ مفهوم؟ أي نعم. طيب، كذلك يخبر عن المغيبات، أشياء تقع، يقول غدا، مثل الكرة الآن، في الجرائد اليوم مكتوب غدا النتيجة، هذا ليس توقعات، لا لا، غدا النتيجة من المباراة 2-0، سجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى في الشوط الأول فلان، وفي الشوط الثاني في الدقيقة كذا فلان، هذا توقع، هذا علم غيب موجود. أقول لك على المدرجات في كأس العالم ذبح الديك مصور هذا، وقال النتيجة 1-0، يسجل هدف ولا هذا إيش؟ ذبح لغير الله شرك أكبر. يخبر عن المغيبات، يخبر عن ما في الضمير، قال تفكر في فلان، نعم، مكان الضال أو كان المسروق يخبره، ضاع له مال، قال مالك عند فلان أخذوا أمس وكذا. أحيانا يخبرك بأشياء يعني تقع من الكل، يقول اسمع بعد أيام تسمع خبر تعيس وخبر سعيد، تسافر، يأتيك بعيد ويأتيك قريب، يأتيك مال. قال أعرف يا شيخ، بينك وبين زوجتك مشاكل صحيح؟ وعندكم من يحسدكم صحيح؟ قال نعم. تخاصمت أنت وهي يوم العيد صحيح؟ نعم. لا بد يتخاصم يوم العيد، ما. كل واحد الأمر معروف صحيح؟ نعم. لم تأتي وكذا وما جئت لي بكذا إلا ما رحم الله. طيب، يعني يأتي بأشياء كل الناس تخع لهم. نعم، غيرها من علامات الساحر، علامات الساحر
النظر في النجوم، النظر في النجوم. الساحر ما يقول لك أنا ساحر، يقول اسمع هذه الخطوط الآن التي في الكف، خلق الله سودا؟ الله سبحانه وتعالى يخلق شيء سودا؟ تقول لا، يقول هذه خلق الله نعرف فيها سيرك في هذه الدنيا. النجوم هذه لها علاقة بالحوادث الأرضية، طلع هذا النجم يموت فلان اليوم وكذا. النظر في النجوم، إن من البيان لسحر، سحر. تعرف أنه بعض الناس يسحر كحيان بالكلام، يجعل الحلال حرام والحرام حلال، صحيح؟ فالساحر عنده بيان وفصاحة، يسحر بكلام. نعم، إن من البيان لسحر. كذلك أن الساحر هو في نفسه ما استطاع أن ينفع نفسه، فضل أنفع غيره، ولا يفلح الساحر حيث أتى أبدا. لو كان يستطيع ينفع أحد فانتبعه في نفسه، كما استطاع. في القديم إخواننا كان الساحر في مكان مظلم وملابس متسخة ومسبحة يعني طويلة جدا، إذا وقف تقف معه، نعم واقف تقف إلى الأرض، ألفية يسمونه، وعمة كالبرج، وجبة كالخرج، يدخل فيها، نعم كبيرة جدا. لا، الآن الساحر يأتي في لباس بدلة كرافتة أو لباس وعمة وكذا، ويخرج في التلفاز قنوات الانترنت، صحيح تغير الحال. تنوعت طرق السحر في العصر الحاضر، قنوات تلفزيونية، قنوات انترنت، رسائل عبر الجوال، تأتي رسائل الأخ. إذا أردت أن تعرف حظك سعيد أم لا، أرسل لنا اسمك واسم الزوج، أو إذا أردت أن تعرف شخصيتك، هل أنت عاطفي؟ هل أنت عصبي؟ هل أنت كذا؟ مجرد ما ترسل الرسالة لهم فيها اسمك واسم العشيقة واسم الزوجة، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. تستقبل الرسالة الثانية تكفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثواني. مجلة، شراء المجلة، المجلة الجريدة التي فيها أبراج محرم، مجرد النظر في الأبراج لا تقبل لك صلاة 40 يوم. تصدق تكفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثواني. تدخل على قناة الإنترنت، تدخل المعلومات، لا تقبل لك الصلاة 40 يوم. تستقبل المعلومات، كفرت بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثواني. لا يلزم أن تصدق في نفس الوقت، لأنه قد يقرأ المجلة فيها البرج، برجك البرج الحوت، يقرأ وكذا 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 وكذا، بعد أيام يحصل شيء، قال سبحان الله هذا اللي قرأت، كفر بما أنزل عن محمد صلى الله عليه وسلم. واقعين فيه إلا من رحم الله. يأتي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام، فلان، قال نعم، قال نحن أخوة لك من أدغال أفريقيا، ماذا تريد؟ قال عندك رؤية أشكلت عليك؟ قال نعم، قال نريد أن نعبر لك هذه الرؤية فقط. ثم يغلق الهاتف عليه، وهذا يبحث يبحث ويتصل على الرقم، وبعد أيام قال الرؤية لابد تدفع كذا ولا كذا، أو عندك مرض، أو نحن ولك نريد، والله ما نريد لا قليل ولا كثير. قلنا قد لا يطلب منه مال، لكن يطلب منه الشرك الأكبر. لو كانت مسألة المال كان هين. ألعاب يسمونها اليوم
اليوغا تعرف اليوغا ما تعرف اليوغا تعرفه أعوذ بالله. المهم يلبس على الناس قال تظل لا تتحرك منك شيء نصف ساعة. لما الشيطان لعب أفلام كرتون والله يعلم الصغار حتى في بلاي ستيشن وكذا تخرج له عبارة. العبارة هذه تسمى في أفلام كرتون في كذا تعويذة صح؟ الحمد لله ما تعرف التعويذة هذه متى يقولها؟ يقولها عند إذا سجن يقول التعويذة ينفتح باب السجن. عرفتها الحمد لله الله رب الصغار على هذا عن الشرك الأكبر. تعويذة بمن؟ الشيطان. فكل ما الناس تعرف أمر يفتح لهم باب آخر لدعوة الناس إلى الشرك بالله. هذا الأخ سمع من يقول ما بالبرمجة العصبية سموها بغير اسم برمجة عصبية. إيش معنى برمجة عصبية؟ برمجة عصبية هذا الأخ مبرمج مثل الكمبيوتر مبرمج أنه إذا مشى على النار يحرق. مبرمج لا يستطيع أن يطير بيده يستطيع. أنت مبرمج على هذا صح؟ هذه برمجة عصبية داخلية. قال لا لابد أن تغير هذه البرمجة. يعني أولا لابد أن تصنع فورمات للهارد ديسك الداخلي عندك يعني تمسح المعلومات كلها. امسح هذه المعلومات أنك تحرق وأنك لا تستطيع أن تطير بيدك. أقول ما أستطيع يا أخي أمر معروف هذا صح؟ معلوم. قل لا غير هذا البرمجة. قال غيرت البرمجة. تمشي ما تحرق. قال نعم خلاص. تطير. قال أطير. قال امشي على الجبل. يمشي ما يحرق. يمشي ما يحرق. من تحمله؟ شياطين. قال تعال عندنا لعبة يسمون لعبة ألعاب سحرية. يأتوا بإنسان واجعلوا ينام ثم يرفع هكذا ويبقى في الهواء. من حمل؟ الشياطين. كل ما يعرف الناس وتعلم الناس شيء يخرج لهم شيء آخر. قلنا اليوم مع تطور الوسائل كثير جدا معرفة الشخصية معرفة كذا معرفة كذا برمجة عصبية كذا كل أعمال شيطانية. فمهم جدا أخواننا نحذر الناس من هذا. يأتيك إنسان جالس قال السلام عليك يا فلان. تلتفت إليه من أين تعرف؟ قال أنا محب لك أنا مرسول لك خاص. من؟ وجعلك تتعلق به. قال عندي لك علاج وعندي لك كذا وعندي لك كذا. السحر أمر خطير جدا وقتل في عهد عمر 3 سواحل. اليوم الله أعلم نقتل كم السلطان اللي يقتل. المؤلف رحمه الله كان حكيم في التراجم. في الباب الأول قال باب ما جاء في السحر. وفي الباب الثاني قال بيان شيء من أنواع السحر حتى تعرف أن السحر له أنواع. لكن في هذا الباب ذكر النميمة. الغيبة والنميمة ما علاقة الغيبة والنميمة بالسحر؟ ما علاقة الغيبة والنميمة بالسحر؟ نعم خطأ من بعض النساخ فتح الله عليه. لا ما قلت نتيجة هو يا شيخ نتيجة السحر
أو ثمرات وثمرات. يقال أن النمام يفرق ما يفرق الساحل في سنة وفي خمس سنة. يأتي يقول زوجته أعوذ بالله بس طلق امتعنا صح. قد يتعب هذا والسحر وكذا. المغيرة رضي الله عنه، المغيرة داهية من دواهي العرب، يقول ما غلبت من إنسان قبل، يعني ما أحد غلب المغيرة أبدا إلا من غلام. يقول غلبني غلام ولد صغير. يقول خطبت امرأة فجاءني هذا الغلام وقال والله يا أمير إني رأيت رجل يقبل هذه المرأة. قال فتركته خدمة المرأة. بعد زمن وجد هذا الغلام زوج لهذه المرأة فأمسكه قال ألم تقل لي؟ قال والله ما كذبت. رأى من؟ والده يقبلها ويصح على أشكال، لكن يعني سبحان الله. طيب فالمرء يغلب لا محال. فإن النماء يفسد ما لا يفسد. وقلنا لكم في أول درس كتاب التوحيد، بعض الناس يقول أيش الدرس هذا؟ التوحيد؟ يا أخي التوحيد يا أخي ولا دعني درس التوحيد. أصول ثلاثة؟ يا أخي الصغار يعرفوها. قواعد أربع؟ والله لو أتي بطالب من طلاب الابتدائي ممكن يشرح لكم أحسن من هذا. صحيح؟ إن من البيان سحر. طيب الشيخ بن عثيمين والله بعض الشباب اسمع عن يجد مع هذا قول مفيد. قال ما شاء الله شرح الشيخ بن عثيمين ما شاء. والله ما الشيخ الله اكبر عالم وما ترك فن الا وشرح وكذا، لكن الشيخ فيه كذا. شفت فيه كذا هذه هدمت كل شيء. هذا ما يطيق بعد هذا ينظر في الكتاب صح. من إذا رأيتم الذين اتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله قال فاحذرهم. صح؟ صحيح؟ طيب بيان شيء من أنواع السحر. ثم أي باب؟ باب ما جاء في الكهان ونحوه. من هو الكاهن والعراف والمنجم والرمان وغيره؟ كل من يتكلم في هذه الأمور معرفة علم الغيب يسمى كاهن ورمان ومنجم وعراف وغيره. مفهوم؟ وقد تقدم لنا في أنواع السحر. في هذا الباب أراد أن يبين لك من هم وكيفية الإتيان، لأن بعض الناس هدانا الله إياه يظن الإتيان يكون فقط بأن تأتي للساحر وتجالسه. لا، تأتي وتجالس بالاتصال عليه، بالدخول على قناة الانترنت، الرسائل عبر الجوال، رسالة بريدية، شراء المجلة التي فيها أبراج، نعم ترسل إنسان، هذا كله اتيان. مفهوم؟ تبع من المجلات، لا تشتري أي مجلة لا فيها أبراج ولا غيرها أنت أبدا. نعم طيب ما حكم اتيان هؤلاء؟ لا تقبل الصلاة 40 يوم، صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. واحد قال لي جاءت مرأة أخذت يدي وأخذت تقرأ وأنا تركتها تقرأ، لماذا؟ قال أنا ما أصدق. صحيح ما يصدق اليوم لكن قد يحدث له شيء بعد هذا يصدق. الثاني قال اتصل بي فلان من أدغال أفريقيا وأخذ يتكلم معي. قلت هذه مكالمة دولية أريد أنه يخسر، فأخذت أتحدث معه وأسمع. سبحان الله تسمع للساحر، تسمع للمبتدع، تسمع
للذين يتبعون ما تشابه منه؟ ما يمكن. شبه تخطف خطف. أنت لا تدري. وجاني يوم طالب قال والله أخشى أني وقعت في الشرك الأكبر. ماذا حدث؟ قال اتصل علي البارحة وقالوا فلان، قلت فلان. عندك مرض قلق؟ قلت نعم. قال نريد نعالج. قال مرحبا. وأغلق الخط. يقول أنا 4 ساعات اتصل عليهم ما ردوا علي. وقعت بعد هذا قلت تنبهت أن هؤلاء سحر كذابين، من أين عرفوا اسمي وعرفوا رقمي وعرفوا معلومات عني والمرض وكذا، وأنا صدقت أن يعالجوني وكذا. الباب الرابع النشرة، حل السحر على المسحور. إذا وقع السحر لا بد أن يحل. كيف يحل؟ حل السحر على ما يذكر ابن القيم رحمه الله يكون من طريقين: حل بسحر، وحل بالرقية والدعوات والأدوية المباحة. إذا حل السحر أو النشرة تنقسم إلى قسمين: مشروعة وممنوعة. حل برقية الشرعية وبالدعوات، يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي وبأخي، أو بالأدوية المباحة، يشرب عسل مثلا. الثاني حل بسحر. لو وجدنا من يقول أنه يصح أن يحل السحر بسحر، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بأمور. الأول أن هذا مخالف للكتاب، الثاني مخالف للسنة، الثالث مخالف لما جاء عن الصحابة والسلف الصالح والأئمة، الرابع أن هذا في تقوية للسحر، في تضعيف للتداوي بالقرآن. ثم أن المريض لا بد أن يقدم شيء للشيطان، فلا بد أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب حتى يبطل عمل على المسحور. ثم الآن المريض مسحور صح؟ أي نعم. فماذا يصنع الساحر الثاني؟ يصنع سحر جديد. فالمريض كان لديه سحر واحد، الآن لديه أكثر من سحر. ثم يا أخوانا العلاج بالقرآن، التداوي بالقرآن مظنون أو يقين؟ يقين، يعني تعالج يقين وتعافى يقين. لكن العلاج بالسحر مظنون؟ مظنون ونصف. ثم الآن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قدر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يسحر. لماذا؟ حتى تتعلم الأمة كيف يصنع. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. امرأة جاءت للنبي، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أسرع وتكشف، فادعو الله لي. قال: عندي مثل ما يقول بعض الناس، وأنا أدعو لك وترى هذا اليوم. لا، قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت أرشدها إلى أعلى شيء، صبرت ولك الجنة. إذا كل من كان حال مثل حال هذه المرأة وصبر فله الجنة، لأن الأحكام لا تختص بالأشخاص. لا يوجد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حكم واحد في الإسلام خاص لشخص بعين. نقول يا أخي اصبر ولك الجنة. قالت: يا رسول الله اصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. عجيب، والله عجيب. معذورة هي لأنها مريضة، إن كان انكشف منها شيء معذورة أم لا؟ من العجب
أن هذه وهي معذورة تريد لا تتكشف، وهناك من النساء غير معذورة وتكشف. صح؟ نعم. إلى الله مشتكى. بهذا وإن انتبه يا أخي، إن قال عندي أدلة وعندي كذا على جواز حل السحر وعندي أقوال علماء وعندي كذا، نقول أنت من الذين سمى الله لك، تتبع متشابه وتترك هذه القاعدة، اجعلها دائما معك بإذن الله تغلب أي أحد، أي أحد، بس بشرط أن تكون تعرف المحكم. مفهوم؟ نعم. هذا ما يتعلق ب السحر. الساحر يكفر ويقتل ولو استتاب من السلطان، وإن تاب توبته علم عند الله. وعرفنا بيان شيء من أنواع السحر وكيفية معرفة الساحر ومن هو الساحر وكيفية الإتيان وحكم الإتيان. ثم نشرح أن السحر عن المسحور أن تنقسم إلى قسمين على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. بعد هذا ذكر باب خطير جدا، وهو باب تطير. تطير هذا حدث ولا حرج من التطير. التطير الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. ما حكم التطير؟ التطير إما أن يكون شركا أصغر، الأصل فيه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. أجلس فتح الله عليك. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. التطير هو التشاؤم، ضد التشاؤم التفاؤم. بمرئي رأى كلب أسود، حمار، فلان أعرج. مفهوم؟ مرئي أو مسموع، سمع صوت كلب، صوت حمار، معلوم أزمنة وأمكنة، يتطير بعض الأزمنة. قال الزواج إن شاء الله يوم الأربعاء، قال لا أعوذ بالله، يوم الأربعاء ما تزوج. أمكنة، قال ما أمشي من هذا الطريق. لماذا؟ قال حصل لي حادث في هذا الطريق، أنا ما أمشي. أرقام كذا، يتطير بماذا؟ بأرقام. قالوا رقمك هنا في الدورة رقم 6 مثلا، قال أعوذ بالله لا 6 ما أخذ، أنا ما أريد 6 ولا 9. مفهوم؟ تطير. أمور كثيرة، أمور كثيرة لو نذكر أظن ما ننتهي. كيف تطير؟ أعطيك مثال. الآن هذا الأخ خطب سعادة، خطب سعادة، متردد يتزوج سعادة ولا يتزوج، ماذا يصنع؟ يأخذ وردة، أتزوجها لا أتزوجها، أتزوجها لا أتزوجها، أتزوجها. قال الحمد لله توكلنا على الله. هذا ماذا؟ تطير، استقسام بالأزلام. أو لا يتزوجها، أو يتطير بالقرآن. يتطير بماذا؟ والله موجود، يأخذ القرآن ويفتح. وقع النظر على آية فيها رحمة مضى، مثال وقع نظره، ادخلوها بسلام آمين، قال الله أكبر الحمد لله توكلنا على الله. وقع نظر على آية فيها عذاب، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال أعوذ بالله والله ما أتزوج. تطير بالقرآن، يضحك 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 هذا. فهذا يقول
الله يكفينا شر الضحك. تعرف ايش معنى الله يكفينا شر الضحك؟ يعني معنى هذا انه كانه هذا يعلم الغيب، انه بعد الضحك تاتي المصيبه. صح؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما قال احد الله يكفينا شر الضحك، صحيح؟ بعض الناس استيقظ الصباح، قام هذا اليوم الصباح قال والله نفسي مقبوضه اليوم، ما ادري لعله يحدث في المركز شيء اليوم. نفسي احس اشعر كذا انه مصيبه قريبه، الله اعلم قبل الظهر. هذا يعلم الغيب، هذا موجود؟ موجود وغير موجود؟ موجود. اصطبح بهذا في الصباح قال الله الله يكفينا شر، اعوذ بالله. يا الله صباح خير، يا الله صباح خير. او اعوذ بالله اصطبحنا بفلان. قول اعوذ بالله واصطبحنا بفلان هذا تطيب، موجود؟ ما موجود. جاء فلان مجرد ما يدفن قال اعوذ بالله، هذا ما جاء الا وراء قرار، قرار مصيبه. صحيح؟ تطيب. ملك من الملوك أراد الخروج إلى الصيد، أراد الخروج إلى الصيد، وفي العادة يخرج ولا أخذ معه شيء من الحاشية والحرس وكذا، أخرج للصيد وحده. فعندما أراد الخروج جاء إليه الوزير وقال أريد أن أخرج معك إلى الصيد. قال تعال. عندما أراد الخروج قطع أصبع الملك، فقال الوزير للملك الحمد لله لعله خير، عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير. غضب الملك، أتهزأ بي؟ فرحت أني قطعت؟ أدخله السجن. فأدخل الوزير إلى السجن. أدخل الوزير إلى السجن. عندما أدخلوا السجن وأغلق عليه باب الزنزانة قال له سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير. يستهزئ به. قال تقول أنه كل ما يصيب المؤمن فهو خير؟ الآن سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير. يهزأ به. ثم خرج الملك في الصيد، وهو في الصيد يتبع الصيد وكذا، وجدوه جماعة من الناس فأمسكوه. قال ماذا تريدون؟ قالوا نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة، يعني يذبح قربان للآلهة. قال أنا ملك. قال الحمد لله لن نجد أحسن من كبش سمين. قيدوه. فعندما أرادوا وضع القيد في يده وجدوه مقطوع الإصبع. قالوا أنت معيب، والمعيب لا يصلح أن يكون قربان للآلهة، اتركوه. تركوه، رجع إلى الوزير مباشرة وأخرج الوزير من السجن وقال والله إن قطعي خير. قال الوزير لا والله إن سجني خير. قال لماذا؟ قال لأن لو كنت معك في الصيد أنا لست بمعي، كنت لاحي عداد الأموات. كل ما يصيب المسلم فهو خير. فالمسلم دائما ايش؟ متفائل. خلاص؟ ذهب؟ المسلم دائما متفائل. وتعرف ان بعض الناس يسمي البعض يقول والله فلان اعوذ، منحوس منحوس، هذا ما يمشي معي، والله ما اسافر مع فلان، هذا منحوس اعوذ بالله. يصح؟ ها؟ موجود؟ وقال بعضهم لا داعي نعلم الناس التوحيد. رجل في القديم العراق كانت هناك يعني مملكة في العراق، فيصل، نعم، رجل من السعودية ذهب إلى العراق وبقي عندهم أشهر،
عندما رجع السعودية حصل انقلاب وقتل هذا ومعه 20 تقريبا. نعم. فقال عندنا ملك من الملوك لهذا الرجل قال أنت شؤم على العراق، أنت شؤم على العراق، إنه مجرد رجع قتل هذا وحصل الانقلاب وكذا. فقال هذا الرجل قال أنا شؤم؟ قال نعم. قال ارسلني عليه وقت أقضي عليهم أرجع، لا تحتاج دبابات ولا صواريخ ولا خروج ولا قتال، وتنظر أمر هذا ليس بيدي، لو كان بيدي أرسلني أقضي عليهم وأرجع. صحيح، ما علاقة هذا الشخص بالأمور الغيبية بالأمور التي تبع القدرية؟ مفهوم؟ طيب، ما الفرق بين الفعل والتطير؟ مهم جدا، ما الفرق بين الفعل والتطير؟ الفعل الكلمة الطيبة، التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. الفعل مستحب، التطير شرك أصغر وقد يصل الأكبر. الفعل حسن ظن في الله، التطير سوء ظن. الفعل حال الموحد، التطير والتشاؤم حال المشرك والمنافق. الفعل انشراح في الصدر، التطير انقباض في الصدر. الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع، التطير ما يجعلك تم أمضاك أو ردك. مثال، هذا الأخ خطب امرأة ومتردد، يتزوج لا يتزوج، يتزوج لا يتزوج. هذه الأمثلة حتى تفهم، معروف هذا. لكن لو أتي بمثال ثاني ممكن ما أعرف. تزوج لا يتزوج، يتزوج. فقال ما اسم الزوجة؟ قالوا سعاد. قال الله يسعد أيامنا. توكلنا على الله. تطير أم لا؟ تطير، لأنه ما أمضاه. صح؟ نعم. سأل عن اسم الزوجة. قال ما اسم الزوجة؟ قالوا صخرة. قال أعوذ بالله، لعل الصخرة في رأسها، والله ما تزوجها، صخرة أعوذ بالله. مفهوم؟ كان في القديم، في القديم يسمى الأولاد للأعداء ويسمى العبيد لهم. يسمي العبد فلاح، نجاح، مطيع، نافع. لماذا؟ يعني يا نافع انفعني. نعم، يسموا العبيد لهم ويسموا الأولاد للأعداء. يسمي الولد صخر، حرب، أسد، فهد، علي، خالد. يسمع العدو بقدوم الجيش، يقول من في الجيش؟ يقول في الجيش صخر وغضب ورعد وفهد وخالد وعلي. يقول هزمنا. خرج قبل أن تبدأ المعركة، لابد حتى يعني نحمل وطيس، لابد من مبارزة. خرج ثلاثة من المشركين. من الأول؟ شيبة. شيبة، شيبة لا يصلح للقتال. صحيح، هذا الأول من المشركين، شيبة. شيبة، شيبة يقاتل؟ لا يقاتل. الثاني الوليد، يعني صغير. الثالث عتبة، يعني يعاتب على كل شيء. خرج هذا الثالث قتله. نعم، لم يخرج علي، يخرج خالد، اقتله ما فيش كلام. مفهوم؟ نعم. طيب، إذا يا أخوانا باب التطير هذا كثير جدا، أمثلة لا تنتهي. فالمسلم دائما متفائل، والمشرك والمنافق دائما متطير متشائم. بقي معنى فرق بين الفعل والتطير. يقول بعض الناس تعال هنا تعال، والله هذا الاتكاء مشكلة. صحيح؟ نعم. هنا ابحثوا له عن مكان. أنا تعال هنا. أي هنا ما شاء الله.
عشان الشمس خليكم لا لا واقف نعم. يقول بعض الناس أن الفرق بين المتفائل والمتطير نصف كاسة ماء. نصف كاسة ماء. المتفائل يقول الحمد لله عندنا نصف كاسة فيها نعمة من الله. المتطير والمتشائم يقول نصف الكاسة فارغ. مفهوم؟ نعم. فدائما حال الموحد متفائل، حال المشرك والمنافق متطير متشائم. تسأل بعض الناس من سوريا، قال نعم، قال كيف الأحوال؟ قال الحمد لله. قال يا أخي كذا، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال كله بسبب إنك، إن الله يعفو عنه. صحيح. وبعض الناس قال خلاص ضاع سوريا وضاع السوريا. صحيح. تشاهد دائما العبد المسلم متفائل. صحيح. اي نعم. طيب اذا ما هو علاج التطير؟ قلنا التطير كثير جدا. ما هو العلاج؟ العلاج التوحيد، صدق الاعتماد على الله مع الثقة به، الأخذ بالأسباب المشروعة، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. علاج التوحيد صح؟ معرفة أن الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله، ولا علاقة بالحيوانات بالطيور بكذا. الثاني ألا يجعلك هذا الذي تراه أو تسمع أو كذا أو تعلم يجعلك تمضي أو ترجع. يعني هذا الأخ خطب سعاد واتفق مع الولي على كل شيء، ثم بعد هذا حصل له ماذا؟ أنه قالت له الزوجة أريد ليلة العرس طرب غناء. قال لا أعوذ بالله. قالت إذا ما تزوج؟ قال الحمد لله أنا استخرت الله سبحانه وتعالى وما يمكن أن أعصي الله. يصح؟ هل أجعله يرجع؟ لكن راجع للسبب. صح؟ أي نعم. اختلف مع ولي المرأة، قالوا لابد أن تكون لها شقة من 5 غرف وفيها كذا وفيها كذا. قال والله ما أستطيع. قال خلاص لا زواج. قال الحمد لله أنا استخرت. ثم بعد هذا قالوا لا خفضنا عنه 4 غرف. قال موافق الحمد لله. مفهوم؟ طيب الاستخارة لأن يحصل فيها إشكال وتطير كيف يصنع؟ متى يستخير؟ كيف يعرف أنه يمضي أو يرجع؟ يقول بعض الناس أنه يستخير وينام. ماذا يصنع؟ يستخير وينام مباشرة. فإن رأى كوابيس وأشياء يعني مخيفة وكذا ما يتزوج سعاد. وإن رأى يعني أحلام سعيدة وكذا يتزوج. يصح؟ هذا هو التطير. هذا ما علاقة النوم بالاستخارة؟ هل يوجد دليل في كتاب وسنة أو من أقوال السلف على هذا أنه ينام بعد الاستخارة؟ لا. طيب متى يستخير؟ إذا هم أحدكم بالأمر. يعني الآن متردد يتزوج أو لا يتزوج، هنا ما يستخير، هنا يدعو اللهم اختر لي، لكن عزم على نكاح سعاد. ماذا يصنع الآن؟ يستخير، يصلي ركعتين غير الفريضة قبل التسليم، بعد أن انتهى من التشهد واستعيذ بالله من 4 يقول ماذا؟ اللهم استخير بعلمه استقدر بقدرته.
طيب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي واحد صح هنا طيب يستخير ثم يسلم ويمضي مشت الأمور الحمد لله ما يرجع إلا لسبب شرعي أو حسي قلنا مثل أنه طلبوا منه غناء مثلا رجع أما رجع لأنه وجد اسمها صخرة فهذا تطيب مفهوم طيب لماذا تستخير تستخير لأنك تقول يا رب يعني معنى الاستخارة كأنك تقول يا رب أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم الخير وأنت الذي تعلم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري وعاجل أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وتمشي والله سبحانه وتعالى مطلع عنك مفهوم يبقى معنا فقط الاستسقاء بالأنواء يعني طلب السقي من النجم فإذا اعتقد أن النجم هو المنزل المطر فهذا شرك أكبر ويعتقد أنه السبب هذا شرك أصغر علم النجوم ينقسم إلى قسمين علم تأثير وعلم تسيير علم التأثير عن هلا خلفك حمد أوزبكستان هذا صاحب الطاقية يا أخي أنت لا خلفك أنت إنا لله الثوب الأبيض صامق إيش اسمه؟ صامق الحمد لله خليك واحد كم قسم علم النجوم؟ علم النجوم اسمه نعم الأول عندما يعني رمضت عيني راح القسم الأول علم تأثير وعلم تسيير علم التأثير أن يستدل بالنجوم عن الحوادث الأرضية فإذا اعتقد أن مؤثر بذاته أكبر وإذا اعتقد أنها سبب أصغر يعني قال ظهر هذا النجم يموت اليوم فلان أو يحدث كذا وكذا مفهوم هذا علم تأثير الثاني علم تسيير وعلاماته بالنجم هم يهتدون يستدل بالنجوم على أوقات الزرع فصول السنة على الجهات الشمال والجنوب هذا جائز يستدل بالنجوم على جهة القبلة فهذا واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مفهوم عيد مرة أخرى علم تأثير وعلم تسيير أو علم أول علم يعني الكفر الشرك يعني نعم ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر إذا اعتقد أن النجم مؤثر بذاته شرك أكبر وإذا اعتقد أنه سبب شرك أصغر علم التسيير التسيير يهتدي الناس ويستقبل القبلة يعني استقبال القبلة هذا واجب وأوقات الزرع فصول السنة الجهات هذا الحمد لله اجلس طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار أريد منكم أخواننا جزاكم الله خير تكتبوا لنا هذه المسألة علاج التطير أولا بدراسة التوحيد والثاني بصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة الثالث بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحيح تدعو بالدعاء الرابع لا يجعلك هذا تمضي أو ترجع لأن التطير ما أمضاك أو ردك ولا بد أن تفتش في هذه المسائل تحدث مع بعض الناس يعني بعض الناس يقول إذا كانت العين اليمنى تربش أو اليسار أو حك في اليمين أو حك في اليسار أو سمع كذا أو كذا أو كذا كثير جدا كثير ما ينتهي فلا بد أن تنبه الناس إخواننا هذا الشرك أصغر هذا أخطر من الزنا والربا والله مصيبة مفهوم وفق الله جميعا محب الله والله أعلم وصلى الله على نبينا في أحد عنده إشكال في التطير أو في السحر نعم كيف نقدر نقول يعني هذا ما هي الشرك الأكبر والشرك الأصغر التطير
ايوه هذا في التفريق بين الشرك الاكبر والاصغر. الشرك الاكبر مخرج من المله، في فروقات الان موجوده عندك في الورقه. الشرك الاكبر مخرج من المله، الاصغر غير مخرج من المله، محبط لكل الاعمال اكبر غير محبط الا لعمل خاص، موجب الخلود الابدي في النار نسال الله السلامه والعافيه. وهذا لا يوجد الخلود الابدي في النار، لا يغفر اذا مات عليه، هذا يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنه. كل ما كان وسيله للاكبر فهو اصغر، ان ياتي النص عليه انه اكبر اصغر، وهذا اذا نص عليه كبر. كل ما اطلق الشرع عليه هذه قاعده الشيخ الاسلام انه شرك وكفر ولم يعرف بالف الاصل انه اصغر. اثنتان في الناس وما بهم كفر، هذا اصل كفر قال. وبين الرجل وبين الشرك والكفر هذا اكبر. اعتقد ان لهذا التصرف خف الكون بأن جلب المنافع دفع المضار اكبر، اعتقد انه سبب اصل، هذا هو. مثلا التطير مثلا احد الشخص يفعل هذا، يعتقد احيانا في هذا الشخص، لانهم كانوا في الجاهليه عندهم بعض القبائل معروفه بالتطير، فيعتقد ان هذا يعلم الغيب وان التطير لا يخطئ ابدا، مفهوم؟ سواء اكبر.